بيكون في سلايد وراي اللي هو صراحة يشرح أو يقارن وضع مملكة البحرين بالدول الأخرى منذ أول تسجيل 100 حالة، والأرقام تثبت المهنية اللي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس الكورونا. أبيكم تشوفون خط البحرين اللي هو الممثل باللون الأحمر وتقارنونه بباقي الدول. اسمحوا لي أشرح لكم إياه يعني عملية بسيطة. بتشوفون لو أقارن وضع البحرين بباقي الدول أن هناك دول فيها عدد الحالات المسجلة عندهم في ازدياد حاد، ستيب احنا نسميه، مقارنة بوضع البحرين اللي هناك زيادة تدريجية. ونتوقع سيكون هناك طفرات، وهي طبيعية، طفرة احنا نسميها طفرات متوقعة في حالنا الى الذهاب الى الكشف للحالات الموجودة في المجتمع. فهذه هي حالات متوقعة، لكن الهدف هناك ازدياد تدريجي. فالزيادة في العدد حالات لا يعني هناك مشكلة، لكن يعني ان نحن في صدد احتواء هذا الفيروس باسرع وقت ممكن. وطبعا هذه جميعها نتائج ايجابية يجب علينا ان نفخر فيها. البحرين تميزت مثل ما تفضل اخوي الدكتور وليد من البداية ان هي سباقة في اجراءاتها بشهادة الجميع. اعادة الفحص في مركز المعارض خصوصا للاشخاص اللي ينتهون من الحجر الصحي الاحترازي، طبقنا آلية جديدة بديناها من مارس 18، بأن سيتم هناك عملية فحص للأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي. بالمصطلح الأجنبي احنا نسميه الإكزيت سواب، اللي هي مسحة الخروج. لن يخرج أي شخص من الحجر المنزلي إلى أن نتأكد من خلوه من فيروس الكورونا. وهذا يعطينا دليل آخر على قدرتنا على كمية الفحص اللي نقدر نعملها خلال حملتنا ضد فيروس الكورونا.